بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سألت ربع الندى، سألت ربع الندى والدمع ينهمل. قلت لك هاي الأبيات هاي أيامها، هذا وقتها بعد اليوم. سألت ربع الندى، سألت ربع الندى والدمع ينهمل، عن معشر ها هنا عهدي بهم نزلوا، أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا، وارتحلوا. ماذا عندك يا زينب؟ قالت بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. خلفوا في سويد القلب نيرانا. ماذا تتمنى زينب؟ قالت نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا. هيهات هيهات يرجع أبو الفضل يا زينب، هيهات يرجع الحسين يا زينب. ها نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاف ريحانا. بعد هيهات دهري بيكم يعود، ورد شيل راسي بيكم ردود اردود، او ترد شفوف ابو فاضل، او ترد شفوف ابو فاضل للزنود، للزنود، وتتلايم اويلي اويل جروح الاكبر. خويا يقولوا يقولون سفرتهم جريت
يبي راح الأخوة من يا نجيب كربلا منين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربونا ونشقف باليدين اخويا والله ضمني ضمني ضربني على متون وشتم خويا شتمني ما يتحمل الحسين ها خويا شتمني اولا انكسر قلبه ولا رحمني ضرب زينب شتمه زينب رفعت رأسها إلى عين زينب تتوجه صاحت مر بي حاد الظعن عباس مر بي شتموني خوياها مر بي أنا مالي قلب أمشي وخلي أخوي أخوي الشفية وعتبي علي وقل الضعن يا غلي بار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوا على محمد وآل محمد. الآية في سورة فصلت آية 30 فصاعدا. الآية الكريمة لها إشارات جدا جميلة إخواني، وهي أن الآية تتكلم على باختصار بس كل الإسلام وكل الدين وكل أصول الدين وفروع الدين تتمثل في العبارة الأولى من الآية. شو تقول الآية؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ثم استقام. يعني شنو مولانا؟ إن الذين قالوا ربنا الله أي مو بس القول باللسان، مو أنه بس القول باللسان، لا، ما يقصد ترى إن الذين قالوا ربنا الله يعني يقول الله ربي بس، لا لا، مو القول باللسان، إنما الاعتقاد، القول باللسان مع الاعتقاد. أن إذا قالوا ربنا الله، إذا يعتقد على أن الله هو ربه لابد أن يعتقد بأمور. شنو مولانا الاعتقاد؟ يعتقد بتوحيد الله، يعتقد بالتوحيد، يعتقد بالعدالة، يعتقد بالنبوة، يعتقد بالمعاد، ويعتقد بمن؟ بالإمامة. وإلا مجرد ربي الله مثلا، لا، الله ربي لا، لا يكفي ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله أي القول مع الاعتقاد. هذا الاعتقاد ينقسم مولانا في الفرائض، في فرائض الله، في الفرض تعرف عن الواجب، يعني في واجبات الله. هذه الواجبات اثنين نوعين، لو أصلية لو فرعية، لو واجبات أصلية لو واجبات فرعية. الواجبات الأصلية الاعتقاد بها مثل ما ذكرنا، توحيد الله، كلمة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل حسني، كلمة لا إله إلا الله حسني كما يذكر، من قال لا إله إلا الله مرة غرست له شجرة في الجنة، كلمة التوحيد.
والنبوة وإلى آخر أصول الدين اللي ذكرناها. واضح حبيبي؟ الأمور الفرعية ما عدا هذه الخمس تسمى الاعتقاد بفرائض الفرعية، زين، ديش الفرائض الأصلية. الاعتقاد بالولاية، الولاية جدا مهمة. زين، الشاهد شو يقول؟ يقول إن الذين قالوا ربنا الله، بس تكفي، بس عندك معتقد بس، ها؟ قال لا، ثم استقاموا. إذن كم شرط بيها؟ شرطين. الشرط الأول أن تعتقد بهذه الأمور بالفرائض جمعا، ثم شنو؟ تستقيم عليها، تستمر عليها، تبقى عليها، تعمل بها، لا تنحرف عنها. زين، تعرف أنه كثير من الناس يقول الله ربي بس عمله لا يوافق ذلك، صح ولا لا؟ شو، سرقة، نهب، حرام، كل شيء مولانا اللي تقول عنه هو مسلم، نعم مسلم، الله ربه، بس لما تعاين إلى عمله كأنه غير مسلم. ولهذا يقول الرواية، تقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، كونوا لنا دعاة، ادع الناس إلنا بغير ألسنتكم. يعني أنت عملك لابد أن يثبت أنك مسلم، عملك لابد أن يثبت على أنك شنو؟ شيعي. واضح مولانا؟ العمل ثم استقاموا، مو مجرد بس نقلقت لسان والله أنا مسلم. لكن كثير من المسلمين الآن بادعاء الإسلام لكن هو بعيد عن الإسلام، حتى ما يشتم ريحة الإسلام، حتى ما يعرف الإسلام أصلا شنو. واضح مولانا؟ لكن نعم مسلم، صلاة ما يصلي، صيام ماكو، كذا ماكو، ماكو أي شيء. هذا يقول ربي الله بس ما عنده شنو؟ استقامة. إذن ثم استقاموا، شنو معنى ثم استقاموا؟ بها رأيين. الرأي الأول ثم استقاموا أي استمروا وصبروا، صبروا على ما اعتقدوا، هذا واحد. الرأي الثاني لا، ثم استقاموا هذا أمر خاص. شنو ثم استقاموا؟ أي استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب. أي يعتقدون بالله سبحانه وتعالى، وشنو مولانا؟ يستقيموا على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي عندك آية بها شيخنا؟ إيه عندي آية بها، عندي آية تأكد هاي الآية. آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار، يا يقول إني الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. شوف هذين الثلاثة، هذين الثلاثة، إن الذين قالوا ربنا الله، زين، أنه شو يقول؟ ثم اهتدى، ثم اهتدى، ذيك الآية، ثم اهتدى لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شنو هاي الهداية؟ هو ذا عنده إيمان وعنده عمل صالح وعنده توبة، يعني هذا كله هداية موجودة ما موجودة؟ موجود. شو، ليش يقول ثم اهتدى؟ يعني هذا الذي يؤمن بالله هذا مهتدي لما مهتدي؟ مهتدي، زين، اللي يعمل عمل صالح مهتدي، هاي كله اهتداء. واضح مولانا؟ لكن هنا يأكد يقول ثم اهتدى. إذن أكو سر هاي ثم اهتدى، مو الهداية العامة، الهداية الخاصة. شنو ثم اهتدى؟ ثم اهتدى هي نفس ثم استقاموا، الذين قالوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذيك الآية تقول ثم اهتدى. إذن الاستقامة والهداية شيء واحد، الهداية الخاصة يا مولانا، أي اهتدى واستقام على ولاية محمد وآل محمد. وهذا الواجب على كل فرد مسلم، الواجب أن يقول ربي الله ثم يستقيم على ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أي واحد يعرف ولاية أهل البيت لابد أن يستقيم عليها. الجميل هنا أن الله سبحانه وتعالى حتى يكلم اليهود، اليهود والنصارى في القرآن، يكلمهم كونوا على هذه الولاية، بس إشارة. شلون؟ أنا أقول لك، أنا هذه المعلومة هي أول سنة قاعد أذكرها حقيقة. اليهود عندهم صلاة لو ما عندهم صلاة؟ النصارى عندهم صلاة لو ما عندهم صلاة؟ عندهم صلاة. لا دين لمن لا صلاة له. شباب، من منكم يعرف صلاة اليهود مثل صلاتنا؟ لو تختلف، تختلف أكيد، ها؟ يعني عندهم حركات مثلنا، عندنا حركات لا ما شابههم أصلا. شنو هم، مش عندهم صلاتهم؟ روح تحقق عليها. صلاتهم عندهم عبارة عن قيام، يوقف هسه قبال حياة هذا الحياة المقدس عندهم، ويهز براسه مولانا هيك، وعنده شنو؟ قراءة وقنوت وسجود. عنده قنوت وعنده شنو؟ بعد ما عنده شيء. روح انت انثر متحقق عليه اللي قاعد احكي وياك، انا لو ما اتحقق ما اجي لك. زين، هسه راجعها.
عندهم قنوت وعندهم سجود، يعني بقية الأعمال ركوع وكذا شنو ما عندهم. هسه نرجع إلى مريم. مريم قبل لا يجي عيسى عليه السلام شنو كانت؟ كانت على دين اليهود، لأن الدين اللي قبل عيسى شنو كان؟ اليهودية. زين، الآية شو تقول عن مريم؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا مريم اقنتي لربك. هذا هو قنوت عدو، صح ولا لا؟ اقنتي لربك. بعد واسجدي، سجود أهم عدهم. أنا بشي يقول واركعي مع ال، ليش ركوع ما عدها؟ ليش الله قالها اركعي مع الراكعين؟ هي ركوع ما عدها، ما عدها ركوع أصلا، ليش يقولها اركعي مع الراكعين؟ ها، أنا أقول عجيب. هسه احنا حسب الترتيب، حسب الترتيب أول ما قنوت أنه شنو؟ ركوع، أنه شنو؟ سجود، صار هذا حسب الترتيب. لكن بالآية الترتيب موجود لو ما موجود؟ ما موجود. شوف اقنتي لربك، خوش، بعدين وقبل واسجدي. الركوع اللي يصير قبل السجود الله ما نخله، واركعي مع الراكعين أخره، دلالة على أن هذول ركوع ما عندهم. إذا عندهم ركوع تأخذها بالتفصيل بالترتيب، واضح حبيبي؟ خاطر لا يصير خلط. إذا الركوع ما عندهم واركعي مع الراكعين، زين أنا أسألك سؤال، الآية نزلت على من؟ على رسول الله، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وسلم. مريم كانت موجودة في عهد رسول الله؟ لا، ميتة. شلون يقولها يا مريم؟ يا مريم، إذا الخطاب مو لمريم، الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني الذين يتبعون مريم ويتبعون ولدها، ولا مو لها، هي ميتة خلاص رايح، واضح حبيبي شو صار؟ زين، إذا هاي واركعي مع الراكعين، أي اتبعي الراكعين يا مريم. زين، أنطق بعد آية. اليهود في آية ثانية شو يقول عنهم القرآن؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما قالهم أقيموا الصلاة بعد صلاتهم الكاملة، صح ولا لا؟ شوف تكملة الآية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع ال، ليش عزل هذا قيد من قيود الصلاة بعد الركوع؟ ليش خص بالذكر؟ هسه أنت مثلا تقول لواحد مصلي، يقول له أنا أريدك تصلي وتسجد، شنو صلي وتسجد؟ يعني حدشك صحيح؟ مو صحيح. أنت لما تقول له أريدك تصلي يعني شنو؟ يعني صلاة السجود بيها لو ما بيها؟ السجود منها، يعني ما يصير صلاة من دون سجود. فالله لما يقول لهم أقيموا الصلاة، صلاة عندهم، بعد ايش يقول لهم؟ يقول لهم أقيموا الصلوات واركعوا مع الراكعين، واركعوا، إذا الركوع ما موجود عندهم، بس الله خص بالذكر، يعني اتبعوا الراكعين، كونوا على ولاية الراكعين، كونوا على نهج الراكعين، كونوا على شاكلة الراكعين. هسا ندور بالقرآن أنا وياك، طلع لي واحد الله قال له راكع، طلع لي واحد الله قال له راكع، روح دور. زين، ما عندنا واحد الله قال له راكع، ولا عندنا واحد، بس واحد، رجل واحد الله خصه وذكره، جعله الراكع، مو من الراكعين، لا مو من هم، هو راكع، مو منهم، لا هو نفسه. وين الآية؟ الآية تقول أي يا مريم، قبل لا أقرأ الآية، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول اليهود أقيموا الصلاة آتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شو وين الراكعون؟ الراكعون تروح بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني كونوا على شاكلة وعلى ولاية محمد وآل محمد. إذن الآية شو تقول هنا؟ تقول إن الذين قالوا ربنا الله، ما يكفي، شنو يريدون؟ ثم استقاموا أولا على كلا المعنيين. زين، على المعنى الأول استقاموا وصبروا، استقاموا على قولهم لله واعتقادهم وعملوا ما أمرهم الله، واضح مولانا؟ استقاموا. والرأي الثاني هم صحيح، أي استقاموا على من؟ على ولاية علي وأولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين، نكمل. إذا عندها الصفتين، اللي عندها الصفتين يقول الله ربي ويستقيم. زين، الله شينطي؟ اسمع، تذكر الآية سبع أشياء. قبل لا أقول لك، أقول لك فشي حلو جميل. أجا واحد
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، قل لي فد أمر يعصمني، قل لي فد أمر يعصمني من الذنوب والمعاصي. إيش قال النبي؟ قال له: قل ربي، قل الله ربي ثم استقم، قل الله ربي واستقم. قال له: ها هي؟ قال له: نعم ها هي. زين، قال له: فما هو أشد ما أستقم به لكي أدخل الجنة؟ شنو؟ قال له: احفظ هذا. ما قال، قال له: احفظ يعني شنو؟ رسالك، احفظ رسالك، يعني كذا رسالك انت راح تستقيم على هذه الوحدانية، لأن اللسان نص المشاكل من عنده، مو نص، ثلثين المشاكل منه. الشاهد مولاي العزيز، اللي عنده هم اعتقاد بالله او عنده استقامة، ايش قال يطونهم؟ 7 اشياء. الاول، اول شيء، تتنزل عليهم الملائكة. اذا تنزلت الملائكة عليهم شنو؟ الا تخافوا، 1، ولا تحزنوا. هسه احنا نرجع نحسب ذيك وحده وهذه وحده احسن. قال: تتنزل عليهم الملائكة. اولا الملائكة تنزل عليهم، ليش قال تتنزلوا؟ تتنزلوا دلالة على نزول الملائكة بشكل مستمر. انتم تعرفون اللغة العربية يا شباب؟ اكيد تعرفون. تتنزل يعني نزول الملائكة، زين، بشكل مستمر، بحالة استمرارية. وين؟ يعني في عالم الدنيا، في الحياة الدنيا نزلن الملائكة عليهم، وتلهم إليهم إلهام، وكذلك عند الموت، وكذلك يوم القيامة تحضرهم الملائكة في كل الأماكن. ها، تتنزل عليهم الملائكة. بعد: ألا تخافوا ولا تحزنوا. هاي 2، ألا تخافوا ولا تحزنوا. شنو؟ تعرفون الخوف والحزن شنو؟ ها، الفرق بين الخوف والحزن. أنا قاعد أحكي ترى مترهي، لأن أدري بكم متوجهين لي، ولا أنا كان رفع صوتي، بس ما شاء الله منتبهين. زين، شنو ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ تعرفون الفرق بين الخوف والحزن شنو؟ ها، لغة احنا نعرف المعنى، بس ما نعرف شنو، متى تطلق هذا. الخوف يقع على شيء، يكون على شيء لم يقع بعد. زين، الشيء اللي بعد ما صاير انت شنو تخاف منه. هسه ليش الناس يخافون من الموت؟ ها، لان بعدهم ما يدرون ماذا يجري عليهم بعد الموت. شو يصير؟ خاف الله يقبل اعمالي، هاي مجالسي وهاي صلاتي وصومي وركاضي ودقي واللطم، الله يقبله من عندي ما يقبله من عندي، انا عملي صحيح مو صحيح. مثل ما تعطي اختبار امتحان مكان، تقول والله انجح ما انجح، يصير ما يصير، يقبل ما يقبل. ها، كذلك هذا اختبار امتحاننا في عالم الدنيا، ولهذا نخاف. نخاف، الخوف متى يقع؟ يقع على الشيء الذي يقع في المستقبل، ولهذا الانسان شنو يسمونه؟ خوف. على الشيء الذي مضى شو يسمونه؟ حزن. الحزن وين يصير؟ على شيء مضى، والخوف على شيء يأتي لم يقع بعده بالجاي. ها، ولهذا أكثر شيء الإنسان يحتاط من الخوف لو من الحزن، من الخوف. ها، أنت تقول الماضي ماضي بعد، خلاص أنا أعرف الضيم صار عليه وأحزن عليه وأتأذى، بس أنا خوفي عندي 2 أولاد، واحد عنده 2 أولاد، واحد مات وواحد يخاف عليه. كل فكرة وذهنة عليه من؟ على الحي الموجود، مو على المات. المات نعم يحزن يبكي عليه، بس همه وغمه كله عليه من؟ على اللي جاي يخاف من، يخاف على ابنه. واضح مولاي؟ ولهذا الله قدم الخوف على الحزن. ايش قال؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. أول ما ذكر من؟ ذكر الخوف، لا تخافوا ولا تحزنوا. هذول المؤمنون منين يخافون؟ يخافون ما يقع في المستقبل عليهم يوم القيامة، يطونهم الجنة ما يطونهم الجنة، أعمالهم مقبولة مو مقبولة مثلا. ولا تحزنوا، هذول كانوا حزنانين على من؟ على أنهم لم يتزودوا أكثر في عالم الدنيا. ليش أنا الحد يوم 10 يوم 11 أحضر المجالس، يوم 13 بعد خلص محرم أطلع برا، أروح أخذ راحتي؟ لا، باكر يوم القيامة أنت تندم. الخطيب يقرأ مجلسه حتى لو نفر واحد، يقرأ مجلسه، واللي يحضر مولانا هذا الرابح، اللي ما يحضر يوم القيامة شنو؟ هو الخاسر، هو يحزن، يحزن لأنه لم يتزود أكثر. ليش تركت الحسين أنا يوم 10 و11 وخلص هذا محرم عندي؟ بعض الناس أصلا هذا محرم عندهم، بعد ما عندهم محرم. لا، ما جرى على الحوراء زين، وما جرى على السبايا بعد العاشر أكثر أشد، يحتاجون إلى مواساة شنو؟ أكبر من ذلك. زين، إذن ألا تخافوا ولا تحزنوا. بعد:
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنهم شنو بشروهم بما؟ بالجنة، آية نعمة. بعد مولاي نحن أولياؤكم، يوم يقولون الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بعد وفي الآخرة. إذن الملائكة يحضرون هم بالدنيا ويانا وهم بالآخرة. أنا أقرأها سريع حضر وصل عندي ما الوقت يركض. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أسمع، بالجنة شنو بيها؟ ما تشتهي، فيها ما يشاءون. في آية ثانية فيها ما يشاءون، شوف الثانية، ولكم فيها ما تدعون. اللي تردونها اللي راح يجول لك. زين مولانا شنو الفرق بين هذه وهذه؟ الأولى قال فيها ما تشتهي أنفسكم اللي تشتهي نطيك إياه، الثانية ولكم فيها ما تدعون. أكو فرق بينات الأولى؟ أكو فرق بينات، هو نفس المعنى بس أكو فرق بينات. شنو الفرق مولانا؟ لكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي النعيم الجسماني، الطعام الأكل الشرب كذا هذا كله. بعد ولكم فيها ما تدعون النعيم الروحاني، يعني يدخلون الجنة ويدخلون أولاده وياه، يدخلون مثلا اللي يحبه وياه يشفع له. إذا شنو مولانا؟ نعيم جسماني ونعيم روحاني، نزلا من غفور الرحمة. النزل الطعام الذي يقدم إلى الضيف يسمونه نزل. قال لك هذا اللي ذكرته لك كل أنت في ضيافة الله تعالى، أنت كل في ضيافة الله تعالى. ولهذا عندنا رواية مولانا العزيز، المؤمن في الجنة إذا تمنى شيئا، إذا أراد يأكل شيء بلا أن يتكلم، من دون أن يتكلم، ذاك الشيء شنو يحضر عنده. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس رواية طويلة ما بيحكيها مولانا. زين، بدون ما يطلب، بدون ما يتكلم، بمجرد أن يشتهي، شنو يشتهي؟ تجي عنده. بس أكو رواية جدا جميلة للشباب، للشباب للشباب. زين، شنو مولانا الرواية؟ عن عاصم عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية جدا جميلة وأنا أعجبتني ولهذا سجلتها. شنو الرواية؟ عاصم يسأل الإمام الصادق، كلش حلوة شباب، قال قلت جعلت فداك، إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي من. عاصم قال الإمام أرد أسألك شيء مولانا، لكن أنا شنو أخجل منك شوية أستحي. قال له سأل. شنو؟ قال له سؤالي هل في الجنة غنى؟ بالجنة غنى، أكل وما أكل غنى. زين أسمع، قال أنا أستحي أسألك الجنة بيها غنى وما بيها. فقال الإمام الصادق عليه السلام، أسمع، قال له إن في الجنة، في الجنة شجرا، أكو بالجنة نوع شجر مخصوص هذا، يأمر الله رياحها، الريح ريح الجنة، فتهب الرياح فتضرب تلك الشجرة، الرياح يضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها حسنا. ثم قال له هذه اللي يسمعها، قال الإمام، قال له هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا مخافة من الله. اللي يعوف الغنى هنا بالدنيا خوفا من الله ما يسمع غنى، خوفا من الله، الله يجعل له أصوات من هذه الشجرة يتناغم معها لم يسمع الخلائق مثلها أبدا. كل الجميلة لمن يترك الأغاني في عالم الدنيا. إذن المؤمن الملائكة يحضرونه، وأهل البيت كذلك شنو مولانا هم يحضرونه. اسمع هذه، هذا واحد اسمه الحارث الهمداني، سامعين بيه الحارث الهمداني معروف. اسمع هذا عيوني، أنا أقرأ لك نص الرواية. الحارث الهمداني قاعد يم الإمام، من أصحاب الإمام علي عليه السلام. اسمع، يقول أصبغ بن نباتة من أصحاب الإمام علي، يقول دخلنا على الحارث، الحارث كان مريض عليل، لما رحنا نزوره يعني الإمام سلام الله عليه راح ويانا، يقول في نفر من الشيعة وكنت فيهم أنا وياهم، فيقول دخلنا، فقال له الحارث، الحارث قال من؟ قال للإمام علي عليه السلام لو كشفت فداك أبي وأمي أرينا عن قلوبنا، يعني الشك، وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا، احكينا سيدي، احكينا شيء اللي قلبنا يبيض. ايش قال الإمام؟ فقال عليه السلام، اسمع الرواية يا أخوان جدا جميلة، قال يا حارث إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله،
فأرعني سمعك. الإمام ايش قال له؟ الحكي مو ترى بس الحارث، الحكي إلك. هذا الإمام قاعد أحكي وياك، مو أنا، أنا ما قاعد أحكي وياك، أنا نعم قاعد أنقل كلام الإمام سلام الله عليه. فأرعني سمعك ثم خبر به، اسمع وخبر، ألا إني عبد الله، ياهو علي بن أبي طالب، إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول، قد صدقته وآدم بين الروح والجسد. الله، شوف اسمع اسمع بعد، ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا، فنحن الأولون ونحن الآخرون، ونحن خاصته وخالصته، وأنا صفوه ووصيه ووليه وصاحب نجواه، أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب، واستودعت 1000 مفتاح يفتح كل مفتاح 1000 باب، يفضي كل باب إلى 1000 عهد، وأيدت واتخذت وأمددت بليلة القدر نفلا، وإن ذلك ليجري لي ولمن تحفظ من ذريتي، يعني مو بس إلي، إلي ولي ذريتي، يعني الحسن والحسين والأئمة، ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ياهو يرثها، يعني ولدي الإمام الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام. هذه هذا مضمون كلام هنا. قل لي يا حارث، وأبشرك يا حارث، لتعرفني عند الممات. احنا الشيعة، وين نعرف الإمام علي؟ وين نشوفه؟ هو قاعد يقول، قل لي يا حارث، أبشرك أنا، شنو مولانا؟ لتعرفني عند الممات، وعند الصراط، وعند الحوض، وعند المقاسمة. يقول أنا ما عرفت المقاسمة. قل لي الحارث، سيدي وما المقاسمة؟ شنو المقاسمة؟ قال عليه السلام: مقاسمة النار أقاسمها قسمة قسمة، أقول هذا ولي فاتركيه، وهذا عدوي فخذيه. اسمع اسمع، هذا علي حبه جنة، هذه علي قسيم النار والجنة، شنو هذه؟ وهذا مولانا، هذا يقل للنار، يؤمر النار أمر، أي أمر، لأن خلقت النار لأعداء علي. إيش قال؟ أقول هذا ولي فاتركي، وهذا عدوي فخذي. فقام الحارث يجر رداءه، مريض مريض ما بي الحارث. إيش قال؟ ويقول: إذا لا أبالي بعدها يا علي، يا سيدي بعد ما خاف، لا أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني، يجيني الموت لو أنا أمشي له. إيش قال بعدين؟ ها نظموا هذه، قال لي: يا حار همدان، من يموت يرني، يا حار همدان. اسمع الأبيات، عجيب حلوة الأبيات، عجيب، أنا من نقرأها يشتد عزمي والله. قال لي: يا حار همدان، من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا. اثنينهم، المؤمن أقل للنار اتركي، والمنافق أقل للنار خذي. زين، يا حار همدان، من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا، يعرفني طرفه وأعرفه، يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما عمل. يعني شو مسوي احنا؟ هم يدربينا. وأنت عند الصراط تعرفني. يقول من؟ يقول لي حارث، قل له: وأنت عند الصراط تعرفني، فلا تخف عثرة ولا زللا، لا تخاف، فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ. بيدي يسقينا واحد واحد، اسمع هنيئا لك. ها يقول له: أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلة، أقول للنار حين توقد للعرض، أقول للنار لما الشب نار الشب الشب، ها، أقول للنار حين توقد للعرض: دعيه لا تقرب الرجل، دعيه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. أنت عندك ولاية علي، حضرك الإمام سلام الله يحضر، يقول لك أنا أحضر، وعد وعد من الإمام سلام الله عليه، يقول له: أبشرك أنا أحضر، أحضر لي شيعتي وحتى المنافق، بس هذا خذيه وهذا خليه. ها يا أمير المؤمنين، أي والله أني أقول لكم، أنا من نقرأ الروايات البعض شوي يعترض علي، والله أنت شيخنا تبالغ، والله ما بالغ، الله وكيلك، كل عباس كفيلك مو مبالغ، والله وبالله كله من الكتب، شهد الله وأعلم، كتاب بحار الأنوار مجلد السادس صفحة 193،
أنا ما أقول شيء من نفسي، هذا كله موجود روايات. وبعدين هذا في علي بن أبي طالب، والله الله وكيلك قليل، الله وكيلك قليل. أنا الآن كم رواية قرأت لك؟ قرأت لك رواية واحدة صح ولا لا؟ أنا ايش قد كاتب؟ واحدة، اثنين، زين، ثلاثة، أربعة، بعد خمسة، ستة، ست روايات كاتب، أنا قرأت لك واحدة بس. أي لأن خاف ما يتحملون يزعلون مولانا الشاهد مولانا العزيز. فعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ما نقول عن، فهو قليل في حق أميره. ولهذا شي قل له يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، الباقي الناس ما يعرفونك بس الله وأنا أعرفك يا علي. شنو مقامك يا أبا الحسن أنت؟ شو من منزل إلك؟ ها؟ لكن ماذا صنعوا؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك علي. أه؟ يعني قتلوا أولاده وذريته كلهم، كلهم بغضا لمن؟ لأبيك علي. وهاي الفضائل كلها لأمير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم يوم 11 باكر 12، باكر 12 مو؟ يعني هسه الأجساد وين نايمة؟ على الرمضة. هسه جسد الرضيع، جسد الحسين، جسد العباس أبو فاضل، جسد علي مجزرة هسه كل على، لأن دفنوا أجسادهم. أظلت الأجساد مثل باكر يوم 12. مرت قافلة، أكو قافلة نصرانية مروا، مرة وشافوا أجساد على مجزرة كربلاء، قافلة نصرانية في كتاب تظلم الزهراء مذكورة هذه الرواية. يقول لما مروا مولانا نزلوا يتفرجوا على الأجساد، نسوان وزلم، يوم 12 باكر مثل باكر. يقول راحت الرجال والنساء كل من راح يتفرج على الأجساد، الرؤوس متقطعة ما يعرفوها. أكو امرأة راحت شافت جسد، جسد كل رماح ونبال وسهام كالقنفذ، النبال هيك صايرة لين طاح بأبي وأمي، وظلوا يطعنون به هيك مولانا، هذا يطعن الرموح وهذا يطعن، وهذا يقول الشهدوا لي عند الأمير، وهذا يرمي وهذا يرمي بالحجر، وهذا يضربه برجله، وهذا الله أكبر. يا أبا عبد الله شوف المظلومية مولاي، طاح والزلمة على يسارك، شوف شوف تصور الموقف وحده بين آلاف. ها يقول شافت المرأة، يقول بمجرد أن رأت الحسين عليه السلام ضجت بالبكاء، ظلت تبكي نصرانية. ركضن النسوان والزلم سمعوا صوته، وصلوا وإذا الكل بكوا. ماذا رأوا مولاي؟ ليش بكت هذه المرأة؟ يقول نظروا إليها ونظروا إلى الجسد الشريف، ها رأوا جسد الحسين، جثة بلا رأس وعلى صدره طفل رضيع، أين المنادي وحسينا؟ أيوة غريبة، أقول سيدي ومولاي هؤلاء نصارى لم يعرفوا الحسين، بكوا الحسين وبكوا الرضيع. شلون حال أمها؟ شلون حال أم الرباب؟ شلون مولانا تقول له يما أشوفك يا بني يا 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 مصفنا الغروب، أو إذا جل جل ظلام الليل على بيت، وظل بكل كتر بالبيت أشوفك يا ابني، هنا قمت وهناك قعدت. هذا اللي يبقد ولد، يبقد ولد، ها يعين علم كان هنا قام هنا قعد، هذا وليدي. ها أي 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 يما ونز ونز نزايات لو يدقدق الباب، يما البياب وقوم بساع حسبان انت رديت. يا الوالدة الله يسعد قلبك، يا ليلى يا ربابي والله، واسوها واسوها لا تخجلها. أي ونز نزات لا يدقدق الباب، وقوم بالسوا حسبال انت رديت، يما وظل احجي ويا روحي وجن حاجيك، ورد انصافنا ويا من انا حجيت. بعد يا يما يا يما هاي الام الفاقده ولد هذه، ها يما يما، ومن نسمع شباب السلف يحجون،
اسمع المعنى رجاء لها. يحجون يرن صوتك بذاين، يما نجيت يما نجيت، ولك يما ملخ قلبي على فرقك، ولك يما ان ملخ قلبي على فرقك، ومن قبرك الدارك انا تعنيت. بعد هذا البيت ابيات الدعاء اسمعها. شو سوى هاي الوالدة الفاقدة ولد وقت الليل يجن الظلام عليها؟ تقول له يما يما وقت النوم اذب فراشك حذاي، يما وقت النوم وقت النوم اذب فراشك حذاي احذاي، وفز كل ساحة سبال انت فزيت. يمايا ومد ايدي على الوساد ارد اشوفك، يما ومد ايدي على الوساد ارد اشوفك، يا جنك ماي يا وليدي وتبدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. بلخص من قصدناهم بالدعاء، من أوصاني بالدعاء، مرضاكم ومرضانا إن شاء الله. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل بعلي كربلاء زين العابدين يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. على جروحي قمر غافي، وانا بروحي نجم طافي.